مساء الخير، كل عيد استقلال وانتو بألف خير. وبالعودة لموضوعنا، ضربت العاصفة لبنان وشهدت اليوم منطقة الدنية هطول أمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد وسيولة على الطرقات وتدني بدرجات الحرارة وتكون طبقة من حبات البرد فوق الطرقات. وتسببت غزارة الأمطار بمنطقة عكار بحادث سير أدى لوفاة شخص وجرح شخصين، أما بشمال فقد سكرت طريق عينات الأرز بالثلوج. ومثل كل شتوى تسببت الأمطار بزحمة سير خنقة على المداخل العامة ببيروت وعلقوا المواطنين ساعات بسياراتهم، وتشكلت سيول المياه بالمناطق الجنوبية خصوصا بالأراضي الزراعية وخربت بيوت البلاستيك. كما اجتاحت مياه الأمطار المحلات التجارية بمنطقة دير العمار والقلمون، ودخلت المي على عدد من المدارس بشكة والبترون، وأدت الأمطار لجرف الأتربة والبحص على الطرقات بالكورة، وصارت الطرقات شبيهة بالحقول وتوقفت حركة السير. نتمنى من كل المواطنين أن ينتبهوا منيح على الطرقات خصوصا بهالأيام الممطرة. وبالعودة لطقسنا، ما زال لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصدر أوروبا الشرقية مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار شديدة وتساقط للثلوج على المرتفعات. الحرارة معتدلة وعم تنخفض، الرطوبة عالية، الهواء أو البحر مرتفع الموج وحرارة 123 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم وممطر ببعض الأحيان مع رياح ناشطة خصوصا بالمناطق الجبلية وتساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وارتفاع بموج البحر، وممكن أنه تنحسر الموجة ليلاً. لبكرة طقسنا غائم إلى غائم جزئياً وانخفاض بسيط بدرجة الحرارة وتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من بعد الظهر، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر. بالنسبة لمجموع المتساقطات من أيلول لحتى اليوم، فوصل ببيروت لل 240 ملم والسنة الماضية 37.8 ملم والمعدل العام هو 127 ملم. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل. إذن على الساحل عم تسجل 12 وعلى المرتفعات 6 و2 بالبقاع ودرجة تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ تحديدا من القلمون 8، دنية 7، درجات الحرارة عم تكون منخفضة، وقد ما كان الطقس سيء بضل الشتاء خير علينا. مارون الراس 15، نبطية 14، ومن بعد الترشيش 14، والبقاع 12، والهرمل 17 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 و90%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الريح بين 35 و50 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 12، وبكرة بتتراوح بين 12 و19 درجة، ونهار التنين بتتراوح بين 12 و19 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 24، دمشق 16، ومن بعدها بننتقل للجزائر 26 درجة، وبتنتهي جولتنا ببرلين 8. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلأ بتركوا تتابعوا آخر أخبارنا.